شعلت هذاك الدري اللي كان مع السبيطار قال لك مضروب في الضربه هنايا. انا ماشي ضروب بالضبط فين كاينه، ولكن قال لك كاينه، قال لك كاينه في كاينه جيت عرق ديالي طلاص بالحبل الوريد، قال لك شي ضربه تقريبا قدك. خويا كنا في الاول فهمتيني بغينا نتدخلوا نعشقوا، كنا خويا باش شوف ديك الحاله بحال هكا راه ما تقدر كاع تقيسها خويا. حاجه زي قلب ولا خويا الرحمه، خويا الله يرحمه. بالنسبه للسيد اخو كان نمشيو للدرب خويا، خويا احنا ما عرفتوش عرفتوش حتى انا ما عرفتوش حتى انا باقي ما عرفتوش اخويا بوجه وانا كي داير واش هو الدرب. نشكرك الاخ منعم بخير، شكرا. عفوا انا عمودات كيفاش وقعت الواقعه خويا، كان عاود لك هذاك الشيء اللي شفت انا فهمتيني، شي حاجه مورا الدرب اللي ما شفتهاش ما بقاش نقول لك شنو هو. شي جاي عندكم هنا الدرب كيتلاو، انا جاي هنا الدرب جاي فهمتيني جاي كيتشمايل فهمتيني جاي بخط حاشاك صحابو، حنا واجدين البول حاجه في الاول الساعه جاك كيتلاح هنا كنلقاو كبه ديال الدرب صافي مسكين اخويا شاك جات كان جات لومبيرونس الزاج والداج توفى الان توفى اخويا تسمعوا بانها راه توفى. بالنسبه للعائله ديالو شي واحد ما جا للدرب هنا كنعرفوش اخويا، عمرني ما شفتو اخويا هنا واش اللي كاين. شكرا الله يحفظك. كريمه هذه اللي وقعت يعني. جالي من الضربات لها حدا البوسطه بحال فرح النيت وجاي كيتلاوح، السي جاي كيتلاوح حتى لهنا وطاح حدانا. واخر ما طاح لنا الوقايه المدنيه ورجال الامن. بالنسبه للناس عاودوا لكم شنو وقع ليها وكيفاش وقع ليها. قال لك قال الاعتداء بغاو سرقوه. هو بالدراجه الناريه ديالو. بالدراجه الناريه ديالو. عاودوا لك كيفاش طراو الاعتداء. ناسي ذا كان ودي لهم موطور هما يضربوه بيه ضربوه موش من تما كيتلاو هكا ويطيح حدانا تما من غنصحابو سيدي شي حاجه ملي جينا نشوف لقى الدم. حنا علموا الوقايه المدنيه عرفت تقريبا وقعت الواقعه الواقعه شي 11 وشي حاجه شي 11 وربع هكا 11 وربع اه ما تعرفش هو جا عندك ذاك جا عندك مسكين كيل هذا جاي 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 عامر دم جاي كيزل شويه جاي كل عامر دم زاد على الطوموبيل ويطيح. ما تعرفش عليه ولا لا؟ ما تعرفوه ما كيسكنش هنا. ما كيسكنش هنا؟ لا. شكرا جزيلا. اسمع بالنسبه للسيد اللي كان جاي مسكين راه جاي من هاز الدقه قال لك من الدريسيه قال لك جاي هاز الدقه بحال ما هكا وجا تشكى تماك صافي لقيت اللي تشك تما كاين بنينا كنشوفوا حنا بالينا السيد كيخرخر عيطنا لومبيلونس يلا لقيت فاش جات لومبيلونس ويجي واحد السيد كان معاه الضربه كانت خايفه الضربه اللي كانت عنده في اليد اليسرى هنايا قال لك شي عرق كتمشي ليه العرق ديالو صافي. واش هما كانوا صحاب يعني مع بعضياتهم ولا هو لا الكريساج لا قال لك هو السيد اللي جا المره الثانيه اللي كان معاه قال لك تعرض للكريساج قال لك بغاو يداو ليه موطور ولا ما عداو ليه واقيلا موطور داو ليه الموطور ديالو الموطور ما جاش كنعرفوا بلي هاد المنطقه هادي كتوقع حتى مثلا ديما قلتي انت كريساج كدا ولكن قادر باش وصل القتل يعني شويه ما عمر ما عمر هاد القتل ما عمر طاع عندنا حنا يمكن هذا اللي ضرب التوقيت يعني التوقيت يعني باش وقع التوقيت اللي وقع بين 11 ربع هادشي اللي رسالة يعني بالنسبة لهاد الشباب هادو اللي كي مثلا كي حنا ما عرفناش واش شباب ولا راجل كبير ما نكذبش عليك ماشي غنقول لك انا دري صغير اللي ضرب ولا راجل المهم راه كاينه كاميرا الموقع ديال الجريمة راه فيه كاميرا اجي انت باش ما تملصش لا انا تدخل اخويا باش هذا ما يتملصش لك هذه الجريمة وحدها كنطلبوا من رجال الامن يقوموا بالواجب وشدوا هاد المتهمين اللي داروا هاد الجريمة هذه ها باقي الحاج الان شدوهم حيت منا كيبان لي البوليس باقيين فهمتي باقيين ما عارفينش شكون يشد باقيين ما عارفينهمش حيت اصلا ما كاين لا سلاح ما كاين حتى شي حاجه فهمتي ولا لا حيت صعيب باش يلقاو بحال هاد المتهمين هادشي اللي كاين.